عاشت العاصمة انجمينا صباح اليوم احتفالات عيد الأضحى المبارك في أحيائها المختلفة. زميل عبد الله هارون برما تجول في بعض أحياء العاصمة انجمينا وعد لنا أجواء العيد هذا الصباح. شهدت العاصمة انجمينا في أول أيام عيد الأضحى المبارك أجواء من الفرحة والسرور بقدوم عيد الأضحى المبارك، وحول هذه المشاعر والانطباعات بالعيد فقد عبر بعض المواطنين عن انطباعاتهم. زي ما الرئيس بيقول ما تشاد ويدا دولة كله كريز، لكن نرفع في حنانا مهم لنا حقنا إن شاء الله. جزاك الله خير وإنسان للمسلمين. أول الآن نقول مبروك عيد للمسلمين عن العالم كله، ونتمنى الخير والعافية والسلامة للبلدنا تشاد وللمسلمين القاعدين بطابو البارتو في بروبليمنا التروريست ده اللي يجيب لنا عافية. كما أن للأطفال في هذا اليوم كان نصيبا من الفرحة والسرور. قولينا قرماي جينا قنا لابو هسا قنا لابو ما وقعني ده حولي لنا في سيل جيرة بون فيت. هكذا احتفل الكبار والصغار بقدوم عيد الأضحى المبارك بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. نبقى في حيثيات عيد الأضحى المبارك، حيث قامت صباح اليوم هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية مكتب تشاد بتوزيع لحوم الأضاحي للطبقات الضعيفة والمحتاجة. جرت المناسبة بمقر مكتب الهيئة بحي بولولو بحضور مسؤولي مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية مكتب تشاد. تقرير آدم حنفي فاضل. هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي والتي من أهدافها مساعدة المحتاجين والمعاقين، حيث قدمت مساعدة المحتاج التي تتمثل في أكوام من لحوم الأنعام، وذلك من أجل مشاركتها المحتاجين في هذا اليوم المبارك الذي سمي بعيد الأضحى المبارك. فقطيع من الأبقار التي تم ذبحها والتي ما زالت تنتظر لن ينال منها ممولو هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لحومها ولا جلودها، ولكن يرجون الثواب منها. إدارة الهيئة وعلى لسان المدير النائب والمحاسب لها أكد في حديثه بأن من أهداف الهيئة هو السعي إلى إغاثة المحتاجين أثناء المناسبات الموسمية. هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي تنفذ منذ افتتاح المكتب في تشاد عام 86 فبدأت في تنفيذ البرامج. هذا البرنامج برنامج كبس العيد تابع لبرنامج التنمية الاجتماعية، أحد برامج مشروعات، وهذا المشروع خصصته هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لدولة تشاد. المخصص لتشاد حتى الآن عندنا 364 بقرة حتى الآن، وإن شاء الله قابلة للزيارة لأن المستفيدين عدد المستعجلين كثير. فالكل هنا يظن أن يجد حظه من هذه الساحة التي تنظمها الهيئة، كما أن الحصول إلى حصة اللحوم هنا يتطلب مراقبة من قبل العاملين في التوزيع ضمن وصف وثيقة إيصال معتمدة إداريا لكل محتاج. هذا ويشار إلى أن الأنعام التي تقدمها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية للضعفاء لهي من نوعة الأبقار يصل عددها إلى أكثر من 200 رأس يتم توزيعه خلال 3 أيام. كما قدمت صباح اليوم جمعية الاعتماد التركية عبر المجمع العالمي الدراسي بحر بتوزيع لحوم الأضاحي للمحتاجين والضعفاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كان ذلك بحضور المدير العام للمجمع جعفر سلمان نوفا. جرت المناسبة بمركز الاجتماعي رقم 8. تقرير عباس مصطفى. يشاركوا لإدخال الفرحة والسرور في نفوس الضعفاء والمساكين بمناسبة العيد الأضحى المبارك الذي يعتبر ضمن شعائر الدين الإسلامي الحنيفة. لذا فقد شرعت جمعية الاعتماد التركية العاملة في مجال الإنساني والتعليمي والصحي عبر المجمع الدراسي العالمي بحر بذبح حوالي 20 رأس من البقرة بهدف توزيعها للمساكين بمناسبة العيد، وأن هذه البادرة رمزية بسيطة ولكن لها وزن لدى المحتاج. وفي هذا الصدد فقد أدلى المدير العام النائب لمجمع الدراسي العالمي بحر عن أهمية توزيع هذه اللحوم. أنا رجال ترك يساعد الناس الشوية تعبانين، قلت يساعدهم، وهسا حاليا دا عندنا 5 سنتر سوسيو دا السنة كي قاعدين ننتم، دونك 120 بقرة حاليا دا دول دا نقسمون مثلا 2050. ونذكر بأن هذه الخطوة الإيجابية لجمعية الاعتماد التركية ليست الأولى من نوعها،
بل سبقتها أعمال إنسانية أخرى مماثلة لها. قدمت جمعية الهلال الأحمر التركي هدية عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في أكثر من 700 رأس من الأبقار لذبحها وتوزيعها لعشرين ألف أسرة. تتم العملية بصلاخانة فرشة بالدائرة الأولى. هارون أبادة. منظمة الإغاثة الإسلامية كغيرها من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المجال الإنساني والاجتماعي، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قامت الإغاثة الإسلامية بشراء أكثر من 2000 رأس من الأبقار لذبحها وتوزيعها في شكل لحوم. ومن المقرر سيستفيد من هذه الأضاحي حوالي 40,000 أسرة، ويتم توزيعها في كل من مدينة إنجمينة وإقليم سلا ومقاطعة نيابندي. وبهذه المناسبة تحدث مدير الإغاثة الإسلامية مكتب تشات الصادق محمد قائلا إن منظمة لها سوابق في مثل هذه الأنشطة الخيرية، كما أنها تسعى إلى تقديم المزيد من الدعم الاجتماعي للمجتمع التشادي، وتفاءل بأن تصل هذه اللحوم إلى مستحقيها. وأخيرا هنأ البلاد حكومة وشعبا. من جانبها ممثلة وزارة المرأة والتضامن ورعاية الطفولة فقد أعربت عن شكر وعرفان الوزارة بدور المنظمة في عملها الرامي إلى مصاحبة الحكومة من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين. للإشارة فإن توزيع اللحوم يبدأ منذ صباح أول أيام العيد ويستمر حتى اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك. إذن هذا الخبر هو توزيع الأضاحي من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية، الذي قامت بتوزيع الأبقار واللحوم في كل مدينة إنجمينة وسلا. تجول فريق من التلفزيون التشادي في بعض أحياء العاصمة إنجمينة لتسليط الضوء على الجلود والإقبال عليها من قبل تجار الجلود في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. تقرير زميل محمد صالح حسين وقراءة عبد الرحمن آدم رحمة. إن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يعد فرصة لتجار الجلود المعروفة بالفروة من أجل الحصول عليها بكميات كبيرة خلال هذه الفترة بغية الاستفادة منها والمتاجرة بها، وذلك نتيجة لذبح البهائم بصورة كبيرة من قبل المسلمين في هذا الموسم المبارك. هذا ما أكده أحد بائعي الجلود. كان أدنى ده ما نسكم نمشي نسكم له كورنيه دول هم بسوسا سنتير ونالدول هذا كده هم ما فهم كثير ما كثير بلين هذا كده عشان ده بس هو غروس النفر وده هو ما دلها بلين ده هني بس بكانا هني بس كان سلوش أي شيء كله نادلو فر ولا بنمشوفا نادلو يبقى مثل ما رين ده لا هني بس مثل هلا هذا كده فر ده ما بوتي بلين هذا فر بوتي بلين 10-20-30 ما يفوت. وباعتبار أن الجلود تلعب دورا محوريا في صناعة العديد من المواد كالأحذية وغيرها، لذا تباع بأسعار متفاوتة حسب عنوائها، كما يفضل مروجو تجارتها. جاي بو هنا جاي يسوي فوق فرو يسوي فوق سنتير يسوي فوق النال كله جاي ساق دول كله جاي سو هنا أيوه يا دا ما تمن أرخص حس ناقص فيها. وللتذكير هذا ما دفع السلطات العليا بالبلاد بإنشاء الصلخانات الحديثة التي على أمل أن تعمل في المستقبل، وستقوم بالاستفادة من نعمة جلود الثروة الحيوانية الضخمة التي تنعم بها البلاد. إذا بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الخاصة بأول أيام عيد الأضحى المباركة، وكل عام وأنتم بخير وتشاد في أمن وسلام. حتى ألقاكم في نشرة قادمة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.